يقول بعد أن أحرمت من الميقات ركبت السيارة وبعد دقائق ركب معي رجل آخر وقام بوضع الطيب في إحرامي وبدني علما بأني أعرف أن ذلك من محظورات الإحرام لكنني كنت ناسيا فما الحكم؟ الواجب عليك غسله المبادرة بغسله إذا أصابك طيب وأنت محرم أو أصاب ثوبك الواجب المبادرة بغسله وإزالته أما إذا تركته وأنت جاهل أو ناسي فلا شيء عليك أما إذا تركته متعمدا يكون عليك الفدية.